السلام عليكم، مرحبا بكم. سامحونا على التأخير، إن شاء الله نكون نعمل حصة باهية مع بعضنا. الغالب الأسباب تقنية بحتة، ما نجمناش نكون في الموعد. الحمد لله أنا خلطنا عليكم، وإن شاء الله مرحبا بالناس الكل. إن شاء الله اليوم مع بعضنا باش نخدموا مع بعضنا. كومون اوتيليزي لا كالكولاتريس. الكالكولاتريس اللي عندنا هذه، اللي هي الكالكولاتريس كسوا الموديل الأول اللي هو هذا الموديل الاول، كسوا الموديل الثاني اللي هو الموديل هذا اللي عندنا احنا. ان شاء الله مع بعضنا نخدموا بايوتيليزي بيان سور الكالكولاتريس نتاعنا في اللي تام سويفونت. اللي تام اللي هما ان شاء الله يكونوا هذو هما اللي تام باش نخدموا مع بعضنا. اللي تام هذو هما باش نخدموا استاتستيك، باش نخدموا مع بعضنا استاتستيك باش نخدم كالكول. دي ليميت، سامحوني الغالب ستيلو هو اللي فيه بروبليم. كالكول دي ليميت باش نخدم ان شاء الله مع بعضنا السويت، وباش نخدم الماتريس. إن شاء الله مع بعضنا به، سامحوني على الخط. باهي، نبدأ على بركة الله. باش نخرج من الناس، واحد عنده كازيو والآخر عنده إن شاء الله واحد عنده شرب. نخدموا مع بعضنا بالكازيو. خلينا ناخذ أول واحد عنده كازيو. اللي عنده كازيو يقول لي مثلا، ناخذه بار إكزامبل هذه مثلا معنا الأولانية. ناخذه مثلا هذه، إيش عندها ترى؟ ناخذ واحد كازيو واحد شارب، باش نخدمو على لي دو موديل هذو. باهي، عندك يا سيدي، ناخذ مثلا عواطف. عواطف قالت عندي كازيو. عواطف مرحبا، عسلامة بنتي. سلام مسيو، مرحبا بنتي، عسلامة. أهلا بك. الحمد لله. باهي باهي، أنت عندك شنو؟ عندك كازيو ما؟ عندي شارب، يعني شارب هذه ماي؟ أي شارب جديدة بالكل، هذه كان فيها باهي، ناخذ واحد آخر عنده كازيو. بوزيدي نقص علينا بلاش بنتك الميكرو. بوزيس، شكون اللي عنده كازيو؟ كازيو تبعوا بعضنا الآخرين كلنا. سلام مسيو. مثلا عسلامة، حقيقة شكون أنا عندي كازيو اف اف اكس كازيو اف اكس نو 995 تايونز. باهي؟ ناخذ من الناس. شكون بشكل مع سندة؟ اش عندك انت؟ هذا انا عندي لحظة كازيو، لحظة بنتي، سندة اش عندك انت؟ عندي كازيو باهي، سندة كازيو وعوض شارب شارب هذه، يا الجديدة دي كافيو ال ال 506 تي. باهي. اوكي، دونك نبداو بالكازيو. باهي، باش نبداو الموديل ستاتستيك. نجم تقرا لنا بنتي هذا باك سيونس عملناه ان شاء الله. نبداو بالموديل نتاعنا، نبداو نقرأ بالكازيو. مسيو واحد يقرا انا بنتي. à l'aide d'une perfusion on introduit un médicament dans le sang d'un malade. La perfusion est programmée de façon que la concentration C en microgrammes par centimètre cube du médicament dans le sang ne dépasse pas 200 microgrammes centimètre par cube. Le tableau suivant donne pour ce malade le temps T en minutes mise pour atteindre la concentration C. Complétée dans la figure 1 de l'annexe. Le nuage du point de la série CT. Bien, première question. Alors, il y a la première question. Hello, monsieur, complétez dans la figure là, par le nuage de point. Ben, on va compléter le nuage. Le nuage, maintenant, on a l'objectif interne au nuage. L'objectif interne, c'est comment utiliser la calculatrice. C'est le premier objectif interne. Voilà. Dans le tableau, Donc, je vais au tableau. Je vais le nuage de point, c'est le tableau. دريسي لا روندي، قال لك اديس مون تروا، ما نتكلموش مع بعضنا.
هذاك لو تابلو سي دوسو طيب. دون لي فالور هذا انت انتروديير للتابلو هذا باش ندخلوه مع بعضنا في الكالكيلاتريس. باهي نمشيو يا سيدي احنا نعملوا لان نختاروا كيفاش نعملوا نعملوا مود ونمشيو المود ستاتستيك اللي هو في التروا سي بون. هاي ومن بعد نختاروا ا بلس بي اكس اللي هو موديل 2 هذاك المود 2. باهي بعد ما ناخذ المود 2 نمشيو نحطوا لي فالور نتاعنا مظبوط، لي فالور نتاعنا سانك مال فيرجل دو، سانك فيرجل دو، ها سانك وبعد فيرجل دو، ايجال ديما ايجال ما ننساش 4 في 9 كات صحيح فيرجل سيس، 4 في 6 كات فيرجل كات، 4 في 4 كات فيرجل تروا، كات 3,7 3,2 لحظة بنتي كات وبعد 3.7 بعد 3,2 3.2 2,8 2.8 8 إيجال به هو الإجراء بيان 70 سور. لحظة بنتي فهم شكون قال بيان سور تبعكم الاستاتستيك بيان سور رجع الاستاتستيك السنة ده نقدمه سيدي 70 هذا بنتي لحظة سوسانديس ها قديش اللي بعدها؟ 16.1 ها؟ لا 161 مسيو، دخلوا شنو 161 الطابلون تاع شنو؟ تاع التي اكس و تي اي. ما انت فيش كنت تمل علي انت كنت تمل علي في الاكس ولا؟ لا كنت نمل في التي 161، هي 70 اللي تحت شنو الفالور هذه 161 انت مليت على اي كاش 160 قلت انا اه جي مكسكيوز 161 ب 242 قاله مازلت ما عملتش الشرط امشي 242 كمل ايش بنتي 242 242 قاله امشي 294 294 294 323 وي 3 4 3 395 300 395 495 495 خمسة بس أي أي 635 635 786 786 إي قال وبعد شنو ننزلوا؟ ننزلوا على السي بور نجستري الطابلو نتاعك. أوكي دونك أنت تبقى غاديك خلينا من بعد تندر خلينا نمشيو للشارب كيفاش نصبوا الطابلو. باه نمشيو توكل الشارب مع بعضنا. شكون اللي عندي شارب؟ وسندا لا أنا كنت في الفازيو، هاي أنا هي عنده عوض شارب ها هاي عوض عوض بنتي هاي الشارب كيفاش نمشي نبدو بالمود، صحيت مود نمشوا للستات ستات اللي هو ها من بعد نختاره أول نمشوا للآ آ بليس بي ا بلس بي اكس صحيت اللي هو وي، وبعد من بعد نصبوا لي فالور معناها صحيت 5.2 سانك فيرجي، أنا صبيت معاكم تورا ومسيو خلينا ناخذ اللي يبدا عنده شارب كيفاش باش يصب معنا هو برشا يسالوا على الشارب انا قاعد سانك نصبه في فيرجي الشارب 4.9 كات فيرجي نوف كات فيرجي لا نوف لا كات فيرجي سيس 4.6 كات فيرجي كات 4.4 كات فيرجي تروا 4.3 كات تروا فيرجل ست تروا 7 فيرجل تروا فيرجل دو 3.2
2,8.2, 8. ويت اجعل به نمشي وطوب الكرسي هذا نرجع وطوب اللي جري اوكي، كرسور اللي على هو الجنب الجريج الكرسي على هي الجنب يعني. تي 70 70 70 161 70 امشي من 161 242 2 42 42 294 2 نفكات صحيح تروا 23 شوي لحظة لحظة 2 42 24 مازلنا شي قال 2 243 9 242 بعد 294 323 3 23 395 9 395 ريت هذه اللي مالت على تروا فان تروا هيز بعدها هي 395. نعم تروا نف سانك تروا نف سانك ها اطلع عنده كات صلحه نوف ما دام سانك تعدوا غلطين قديش كات نوف سانك كات نف سانك سيس تروا سانك 6 3 تروا 5 سانك سيت سيس سيس 7 6 سيس سيس 6 به ومن بعد نزلوا على هيدي او شو صلحوه خاطر فيه غلطتين لو تعدوه فيه غلطتين اللي هم تعدوا غلطتين في الكالكوليتريس هذا الجافا مش مكتب لي تعدوا غلطتين ريتم في المود ستاتستيك في المود تعدوا غلطتي هاتوا نشوف وين هم الغلاطة كاتسان لحظة كاتا هاتوا فهمت قال لي لهم فهم غلط هات مش في كنا زيد من الديس عندك 60 ديس 161 قال لي لك خلوي دو ثلاثة هذه تروا فان تروا غلطة اللي هي تروا فان تروا والأخرى هذيك غلطة زاد 3 9 5 3 9 5 ب والأخرى بنرمم 4 5 6 حطوا 4 إيجار 9 5 هاي 4 9 5 وبعدها 6 3 5 صحيحة 6 3 5 أي وبعد وبعد 7 6 6 دونك امورها واضحة هاي كيفاش نعمل توك باش نجبد تو نرجع للشارع للكازيو بتاعنا الكازيو بتاعنا كيفاش الكازيو بتاعنا كيفاش نطلعوا لي فاليو نجاوب على لي كيستيون ترى اقرا لي كيستيون ترى اقرا لي كيستيون كون يقرا لي كيستيون نفهم نقرا نفهم منين لا اقرا اقرا اي واحد نفهم منكم يقرا عطاو نرجع نفهم سيت 86 نصلح لحظة في الكالكوليتريس هذه مود سيت 86 قال لك في الاخرانيه سيت 86 كيف كتبت فيك هذه سيت 86 بيان ديزولي مسيو من غير ما نفهم حتى اشكال يا بنتي هاي نرجع للشارب هاي كيف نطلعوا لي فالور تاعنا ايوه عدنا نرجع للكالكولاتريس نتاعنا هذه شو يحب هو او الكيستيون اقرب انت يقرا Déterminer l'arrondi à 10 moins 3 du coefficient de corrélation linéaire entre x et t. Coefficient de ده كيف corrélation. نطلع كوفيسيون دي كورلاسيون ترى مود 1. اللي هو شكون كوفيسيون دي كورلاسيون R. ار اللي هو مود طب احنا في 1. كالكوليتريس مود ان مود statistique. مود ونمشيو للستاتستيك لا مش مود ستاتستيك مش مكسكيوزا شيفت شفت اه شفت اه شيفت ويخرجوا لنا لي فالور الكل انا بنخدم عليه معنا نخدم كان الثروه ولا وكا والكات والسانك وكا احنا فين وحتى نلقاوها الار الار في سانك السانك نلقاوها تروى اللي هي الار تروى ايجا اللي هي قديش طلعتن 1.09 زيرو فرقل تس وان زيرو نف نيف نف باهي موان زيرو فرقل نف
اللي هي قديش نورمالمون الانتربريتاسيون تاعها شنو؟ لارونديسمون 3 اي 09 الانترديس الويت هذيك ترجع 9 الويت ترجع، 9 دونك الاير قديش قلنا؟ موان 0.999 زيرو فيرجول نوف نوف ليفت نوف، اش نقولوا؟ انتوريا راسين دو 3 سور 2 راسين دو تروا باهي. بالنسبة لهنا للراسين دو تروا فما بليزيور انتربريتاسيون، فما ثلاثة اللي هما شكون؟ فما جماعة ليكو يخدموا نوع، وجماعة السيونس نوع، الكل كي تحط اير انفيريور راسين دو تروا صفر خمس سوبيريور جو مكسكيوز اون فالور ابسولو سوبيريور ا 0.75 تحط الكوريلاسيون بورت هكا ولا؟ أيوة. لو فما جماعة ليكو يخدموا فما كورولاسيون فيبل كورولاسيون شورت فورت، وجماعة السيونس السيونس شنو يخدموا جماعة السيونس؟ يقارنوها بالاير براسين تروى يعملوا براسين دو تروا سير دو، راسين دو تروا سير دو، هذا من جماعة السيونس يقرر يحطوها اكبر من راسين دو تروا سير دو، ما يقلقش في الحالات الكل اللي هم تحط 0.75 اكبر من 0.75، دونك في الحاله هذيك حتى تحط 0.75 تتعدى عاديه معناها، والتكنيك كيف كيف والانفورماتيك كلهم كيف كيف، عندك التكنيك والانفو والسيونس يحطوا التكنيك والانفو يحطوا 0.75 والسيونس يحطوا راسين دو تروا سير دو، ما يقلقش لو حتى في البرنسيبال ما يقلقش به، شنو يحب من بعد؟ كيستيون كمل اقرا كم؟ On déduit que l'on peut exprimer le temps T en fonction de la concentration C par une relation de la force T égale à alpha plus bêta ln de 200 moins C où A et, alpha et bêta sont deux réels qui seront arrondis à 10 moins 1. اللي هما اعطيني كيفاش ليكواسيون دو لا تانجونت بصفه ليكواسيون دو لا دروات اكسكيوز شنو هي الدروات هاي يكريك احنا كي دخلنا في الكالكوليتر شنو دخلنا A x plus b plus b ما دخلناش اكس بلس بي، دخلنا قلنا x وال t دخلنا a x مع هي دخلنا اكس ال اول بي اكس بلس ا، في x plus a دخلنا ب اكس بلس ا، دونك بالنسبه لنا احنا في الكالكوليتريس ما عندناش اكس بلس بي، معناتها التيرم اللي نقولوا به راهم مقلوبين، هذاك جوست خاطر احنا في السيستم بتاعنا في تونس ناخذوا اكس بلس بي، ماخوذ ب اكس بلس ا عاديه معناها، دونك كسوا في دونك شنو نعملوا بعد؟ كيفاش طلعوا الا والبي؟ شيفت 1 نعملوا 4 شيفت لا مش 4 شيفت مش مسكيز شيفت اه ها هاي وبعد الدات مش من القاف القاف في الار او جي هذيك ريتها ار او جي اللي هي الا انترسون قديش الا ها ما كان عندك الكالكوليتريس معاك ها ايجال هذه الا 69 1569 وخذنا ديسيمون 3 دونك ناخذ 2 3 4 تبقى 3 1500 قديش صحيته 69 ايه فيرجول 293 200 4 من الاخر 83 مسيو سامحني هذه الا البي قديه البي شكون يعطيها لنا البي البي كيف كيف شيفت ستاتستيك ونمشيو موان 280 للسانك السانك تعطينا البي اللي هي دو تعطينا هذه البي موان 200 80 91 4 4 3 صحيت موان 291 فيرجول قديش 80 43 موان 200 83 93.43 مش روا هذيك 291 فيرجول أعطوه بصح 443 لحظة يقال موان 291 291
4443. 400. ثلاثة وأربعين إكس بلس قديش الأخرى؟ 1500، 1573، فاصل 673. به لهنا كنت حابب تلاحظ انه رومارك اللي كونه كل اير كتاب ده هيدي الاير سيني تاع الاير نيجاتيف ولا أيس هيدي زاد نيجاتيف على مشي شنو ال العلاقة بين الا والاير دي ما يمشيوا نفس السيني، كان الا بوزيتيف الاير تمشي نفس السيني، الا والاير البي والاير يمشيوا نفس السيني. سي بون ده باهي، احنا ما نش قلنا الاوبجيكتيف بتاعنا هو الاول والاخير هو الاوتيليزي كالكولاتريس. باهي في الكالكولاتريس كيفاش نحسب الكوفاريانس؟ هذه بالنسبه لجماعه الشارب، شكون نرجع للشارب، ها خليني الشارب ستيلو وين ولدي نسيت الغالب هذاك هو البان اللي نحكيو عليه ولدي. هاي الشيفت، هاي ستاتستيك، وين ستاتستيك؟ هي معايا يا عبد. الويت صحيتين لحظة، شو قلنا شيفت ويت ستاتيستيك باريفا ما بروبليم دخلنا تابلو احنا قبيلة اي شيفت تويت خرجت لنا ايرور انا تاني ثبت تاني اسكت دخل التابلو تابلو دخلناه مرة واحدة با ستاتستيك. ها انا هم اللي فالور الله هو. انا هو اللي فالور اللي عندي هاي ناخذ الزيرو مثلا، الزيرو تخرج لنا فيه شنو الزيرو؟ تخرج لنا الاكس بار اللي هو نجم يطلبها في الجي، وتخرج لنا اكسبورت ليكارتيب اللي هو هذا، ويخرج لنا ليسون به والفالور هذاك كل نجم نستغلهم به، وشنو الاخر؟ الفا ستاتيستيك نمشيو الفا ليش نمشيو تو كي نحبوا نحكوا الاير وين موجود بالاير في الكونفسيون ريتها في السانك هذيك اللي هي دو دو ها وين نفس الفالور اللي خرجت لنا قبل في الكازيو، نفس الفالور اللي خرجت لنا في الكازيو. اوكي دونك هذوما نجم نطلعوا بهم، دونك نرجع نقول انا ننزل وهكا نعملوا الفا ستاتيستيك ونخرجوا هذا لي فالور تاعنا نحبوا مثلا هذوما كل لي فالور اللي عندنا نحبوا احنا لي فاريابل ننزلوا عليه الدو دو ليكس بار والاس اكس والصوم، احنا بالنسبه لنا احنا في الليكس بار والليكارتيب الجاما دو اكس وفما معاهم ليكارتيب نتاع الجريك هذاك وش حاشد وي وي سار نسمع فيك بنتي ابعث يعني سار تنقل لك به، والا نحب نعمله مثلا بار اكزومبل للفا ستاتيستيك نحب نمشي مثلا بار اكزومبل للي للكوفيسيون دو كورلاسيون اللي هو هذا السانك، ننزله على السانك تو يطلع لنا عندنا فيها الا والبي والاير، الا اللي هو نيميرو زيرو اللي كان توك عملنا والبي الفا نيميرو دو البي وستاتيستيك شوي عاد خلينا نحط الكوفسيون هاك كوفسيون هكا ونمشيو للا كيف كيف نفس الحكايه مقلوبين ذا معناتها تاخذ بي اكس بلس ا، وبالنسبه الفا نخرجوا زاد الكوفسيون اللي هو السانك نطلعوا بيه الار اللي هو قلنا الا والبي والار يطلع في الكوفسيون. بالنسبة اللي يكتب لي فورمول تحب تكتب ما زلنا الماتريس ما عملناهاش، تحب تكتب لي فورمول تنجم تكتبهم لي فورمول، تحب تكتب لي فورمول تنجم تكتبهم، ارجع في اللي طول البروجرام الستاتستيك ارجع كل شيء تلقاه بعد بإذن الله على اللايف. هذا كونسرنون لي زيتاب دو ستاتستيك، اللي إذا فما كيستيون نستنى. دونك بالنسبة لنا قلنا نرجع لهنا نعملوا ألفا
وستاتيستيك ويخرجوا لنا لي فالور عندنا، يا اما الان او تنجم تخرج لنا ديريكت الان تخرج لنا ا بلس بي اكس. بالنسبه للي فورمول تحب تكتبهم تحب لي. المهم شرط كوفاريانس، نوريك كيف تعملها الكوفاريانس، ليس على الكوفاريانس نوريك كيف تعمل الكالكوليتريس. تنجم تعمل ا بلس بي اكس هذه ديريكت تطلع لك الا والبي والار. بالنسبه للكوفاريانس شنو يكون عنده الفورمول تاع الكوفاريانس اللي معايا في شنو هي الفورمولا تاع الكوفاريانس؟ الفورمولا تاع الكوفاريانس عادي تخدم من غير فورمولا. الكوفاريانس شنو هي؟ سوم دو اكس اغريغ موان اكس اغريغ بار هي السوم دي اكس واي موان اكس بار ما اكس بار واي بار، والا نحط اذا نحب الكالكوليتريس هي ليكارتيب جاما اكس جاما واي فوال ار. سي بون Monsieur, les formules là-dedans, en fait, de voir les hommes, les mots, ou la hâte à carrer dans le calculatrice, tout le radis. الكوفاريانس ما تنجمش تخرج من الكالكوليتريس ديريكت بنت، فماش كالكوليتريس لا لا الار ولا الاير تنجم، الاير تنجم تخرجها ديريكت من الكالكوليتريس صبها ديريكت تنجم تحطيها، اما انت تخاف الكالكوليتريس تغلط فيها، معناتها احنا اونيفيت البروبليم تخاف نغلطوا في اي في تدخين في بالك غلطنا في 3 في الجيل فان 3 تولي انت كي تكتب الفورميل تضمن شطر العدد تاع هذاك نحبوا. دونك احنا نجم نطلع الكوفاريانس نمشي مثلا بار اكزومبل للشارب الاير سيكوال. ها اش قلنا احنا الاير ناخذ انا واحد داخل معايا باش يشاركنا بارا من ياري من ياري. السلامة هذه مسيو، مع السلامة بنتي مرحبا. مسيو هذه عندي انسو شارب القديم، أنا مش الشارب هذي. انسر ان هذيك بيان سور الشارب القديمه تنجم بون عاديه هذيك الشارب القديمه احنا نحكيو لها هذوما خاطر هذوما معقدين شوي في الكالكول. اذا فما واحد نجم عنده انا اعطوه هذا خطره نشوف ان شاء الله هيمان باذن الله تو نشوف كيفاش نخدم شكون واحد اخر ياخذ لنا راني عوض فتره عوض كيفاش وي طلعوا مسيو في الكاز كيفاش طلعوا لي كارتيب ننزلوا شيفت شيفت اي برا ستارت عادي شيفت ستاتيستيك نحشنا باللي كارتيب احنا ولا جاما اكس جاما اي وين نلقاهم جاما اكس جاما اي. خلينا ناخذ الاير الساعه اللي هي في الاير او جي ستارت نمشي الاير نمشي شد عندك الاير قديش معنا موان زيرو فاصل سونت شيفت ستاتستيك قلنا 5 الار اللي هي 3 ايجال موان 0 برجولة نعم موان 0.986 في هاي الار اللي كارتيب قد ايه؟ تطلعوا الترتيب كيف كيف لي ستارت كارتيب نعم لو شتيفت شيفت ستارت 3 فار صحيت كاتر نلقاوها لي كارتيب هي جاما اكس جاما واي نعم تروا نجم نعملو تروا فوا شيفت ستارت زيد شيفت ستاتيستيك وقلت لي كات ننزلوا على الكات ونلقاو التروا هذه قال دونك هذاك من الجاما اكس جيم اكسكيوز عاودتها مرتين جاما اكس جيم اكسكيوز دونك قلنا شيفت شيفت ستاتيستيك تروا و شيفت
ستاتستيك، وننزل على الكات اللي هي مش تبع حشنا بالجريج اللي هي سيس. 158 وصل ل 758. النجم زيزو نضربها في شيفت ستاتستيك اللي هي فين قلنا تمام الاير السانك صحيت الانك في التروا هيك دونك طلعتنا الكوفرينس نيجاتيف موانسون عملتها مرتين هذه ريت قاعد نضرب فيها تنقط به جد نقول في كل قضية موان 158 كل في كل اي موانسون 58 اللي قاعد يحسب معنا تبتنا في الكالكولي بعتنا موانسون موان 58 بردو 500 كيلو به اللي سأله قال لي مسيو موان 158 صحيت ايه ادم يعطيك الصحة موان 158 فيرجول 584 بي اسبيرون كل الستاتيستيك تاع البروبليم نتاع كل ناحية دونك نمشيو تاع كل حاجة جديدة معناتها اللي هي كيفاش نحسبوا حضر اللي كالكولاتريس نتاعك كيفاش نحسبوا الليميت بالكالكولاتريس تقريبا بالكالكولاتريس يعطيك الصحة غادي موان 158 فيرجول 530 باش نجبدوا الكالكولاتريس هذه كازو الكازو اللي عنده الكازو يحضر روحه للكازو كيفاش نحسبه كيفاش نعمله تقريبا الليميت بلي مسيو باك قديش هذا يا عم نور ده بري باك سيونس كنترول بلس برانسيبال تاع ما نور تفرقش بالانفورماسيون كيفاش يعني بريسك فرد تيب ديكسرسيس يعني مش فرق احنا الاوبجيكتيف نتاعنا في السيونس هذه باش نتعلموا لو ماكسيموم بالكالكولاتريس ابني جاي كده نظفوها بيان سور ساره كيفاش لوبجيكتيف باش نحسبوا ليميت ولا باش نعملوا نحفظوا لي زانتربريتاسيون اكيد بيان سور راكم حافظينهم باش أيوة. نحسبوا لي ليميت انا بالكالكولاتريس باش ما نضيعوش معناتها كي تبدا الليميت المول انفيني مثلا دو او على الاقل ربحت فما مسيو او جايك الباكيكو جاي به بالنسبه كيفاش نعمل اول حاجه ماذا بينا كيما قالت لي فما شكون قال مسيو نظفوها كالكولاتريس نعملوا شيفت كلير نظفوها كومبليتمون هذا بالنسبه للكازيو حط قال تنضاف جملة وتفصيل هوني ساي نعاودها فما شكون قال لي بسيو عاود لي كيفاش تنضاف خاطر تكون فيها ميموار شيفت وننزل على النوف هذه كلير حط تروا تنضاف كومبليتمون حط ايجال واسي تخرج كومبليتمون بالنسبة للشارب بالنسبة للشارب كيف كيف نعمله الفا اكسكيوز انا سكرت وين الفا شج مكسكيوز شيفت دوزيام فونكسيون وكلير ونحط روزيت دو ونحط فونكسيون ايجال نورمالمون في اللي قال هذه تو تمشي كومبليتمون هاي ما رجعتش شيفت هذه دوزيام فونكسيون اكسكيوز كلير ونحط دو ريزيت وباش نحط زيرو انيسياليزي هكا صحيح لي دو كالكولاتريس هم اون مود زيرو مخلط ولدي باكيتو كله ان شاء الله دي زيد دي سيونس به باش ناخذ انا الكالكولاتريس مثلا هذه الاولانيه اللي عندي قدامي اللي هي باكيت نتاع مناول اللي كيستيون كلهم اللي باكيت نتاع مناول مع بعضنا الاوبجيكتيف نتاع السيونس هو كيفاش نحسبوا حسبنا الاستاتستيك بالكالكولاتريس وباش نحسبوا كومون ديتيرميني لا ليميت اون اوتيليزون لا كالكولاتريس ومن بعد باش نحكيو على الماتريس وباش نحكيو كان سهل ربيع البروبا وباش نحكيو على السويت دونك وسعوا بالكم معنا تو نخدموا مع بعضنا ان شاء الله به تبعني مليح بالنسبه للي عنده شارب اللي عنده شارب شنو هي الفونكسيون تكون يعرف على الفونكسيون حتى اللي ما عندوش شارب ها On considère la fonction f de f définie sur l'intervalle moins 2 plus l'infini par f de x est égal à x moins ln de x plus 2. On désigne par C1 sa courbe représentative dans le vecteur orthonormé OIJ du plan. hein? Kebesh Calculer limite de f de x, x tend vers 2 plus. 2 بلس يكون مش واضحه خاطر الكتيبه صغيره عندك حق موان 2 بلس باهي اخص اول حاجه شو نعمل انا باش ندخلها الكالكوليتريس نتاعي في لهنا اخص شو نعمل معايا اللي جماعه اللي عندهم شارب يعمل الفا اكس موان الين
ونحل بارنتيز الفا اكس وبعد نحل بارنتيز ونعمل الفا كيف كيف اكس بلس 2 ونسكر بارنتيز اسبيرون كو تنجيو لو كومبلكس اي ان شاء الله. به عملنا اكس مو ال ان به نجيو نعملوا لهنا تويكا دوزين دي اف والجبر. احنا وين حاجتنا بالليميت مون دو بلس ولا وي حاجتنا بالمون دو بلس؟ دونك مون دو بلس معناها انا تقريبا ناخو موان زان فيرغول مثلا نوف نوف هاك اه وي ونحطها ايجال قد جتنا دي 9.52 اف 51 صحيح. ما داف 51 مش يمشي العدد ويكبر ماشي وين خاطر هي في المون دو ني با ديفيني بويسكو الان احنا عندنا ني با ديفيني اون زيرو دونك بار سويت هذه بيجي وقد بيجي ليميت هذه الإسلام فيني صحيح بلس لانفيني. دونك ماشي ربحت ان ليميت نتاع هذه بلس لانفيني هذه الليميت نتاعها بلس لانفيني. وشنو هي الانتربريتاسيون نتاعها؟ كرواسون شنو تاعها الانتربريتاسيون؟ الانتربريتاسيون نتاعها اكس ايجال زيرو اكس ما ايجال موان دو ستين اسمتوت فيرتيكال سي بون. باهي هذا بالكازيو بالكازيو نمشوا للكازيو توا اسبيرون كو سي بون ريليس نفس الحكايه باش نحاول ندخل لكن هذه اخص باش ندخلوا الفا بارونتيز نسكر ننزلوا على اكس موان ال ان الفا بارونتيز نسكر هذا اكس بلس 2 ونسكروا بارونتيز. كيفاش عرفت بلس لانفيني؟ خاطر العدد على قد ما تقرب للموان 2 بلس على قد ما العدد ماشي ماشي ويكبر. بيكبر دونك على هذاك. دونك هذاك في الاكس موان ال ان دو اكس بلس 2 باهي. لهنا بالنسبه للتوش هذه هذه بالنسبه لهذه تمشي تنزل على الجبر تعمل دوزان دي اف الجبر وبالنسبه للكالكوليتريس هذه تعمل شيفت جو مكسكوز مش شيفت تعمل كالك ديريكت فما شيفت تعمل كالك ديريكت كالك وتاخذ عدد قريب لل موان مثلا هاي مثلا موان نوف نوف ان فيرجول نوف 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 هكا هكا هنكثروا من نوفات قربوا للموان دو معناها ونحطوا ايكال خرجت لنا خاطر قربنا للموان دو ما مشات لناش. دونك كي نعمل الكالك موان ان فيرجول نوف 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 مثلا هكا ونحط ايكال مود عادي مود في الكاسيو. دونك جاتنا 11 في الكاسيو دونك تقريبا ماشي العدد بيكبر نقولوا ماشي بس للبلوس. ماشي كنحب 18 عشان كيفاش؟ يصير 18 عشان الكالكوليتري على قد النفات يعني مش مش على قد انه فات انت كبر قد ما تقرب للدو قد ما العدد يمشي يكبر قد ما تقرب للموان دو قد ما العدد يمشي يكبر. ديما دونك مش هيك هكا بيان سور انت يا خزر اللي احنا نحكيو الاوبجيكتيف نتاعنا اللي جاتو سيز بيان سور يمشي بسلامي الاوبجيكتيف نتاعنا مش نعرف تقريبا ابروش وين الليميت ماشي خاطر ساعات تنجم تكون في فورم ديترميني بنت تكون في فورم ديترميني ما تعدلكش معناتها تقول انت كيفاش انا حاجتي بها معناتها سورتو حاجتنا بها من بعد التابلو دو فارياسيون. اوكي اوكي حاجتنا بها التابلو دو فارياسيون. دونك نجي مثلا انا في الكالك بلس لانفيني مثلا لهنا هاي المونتري ها بلس لانفيني شنو نختار لهنا؟ قلنا ننزلوا على الجبر دوزان دي اف الجبر ناخذ عدد كبير مثلا مثلا ناخذه ها ونحطه ايجال وين مشت هذه؟ بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني مشات البلس لانفيني. بالنسبه نخلط بالنسبه للفورما ديترميني بيان سور لازم تراست ترافاي بالنسبه للمايش بلس لانفيني مايش فورما ديترميني ما فماش تو مثلا كي باش نخدمها معناها نخدمها مانيوال انا هذوما. بالنسبه للي يسال على الكازيو الكازيو ها هي قلنا بعد ما تدخل الفونكسيون تنزل على كالك على التوش هذه على الكالك بعد ما تدخل تنزل كالك مثلا في البليس لانفيني مثلا تاخذ مثلا برشا نفاس وتنزل ايجا طلعت لك ماشي البليس لانفيني. دونك هذا ما كونسرنون كي لي تبدا ديكالكولي موان لانفيني ما حبيتش تجيني ما تجيكش بيان سور خاطر الان ما فيش موان لانفيني انت تخدم موان دول بليس لانفيني وين بيجي الان باش يتشز اللايف ان شاء الله اللي يسرع اللايف. بس عندك توك ليميت دو اف دو اكس سور اكس نرجع للفونكسيون تاعتنا
نرجع مثلا اف دو اكس، نزيد بارانتيز منه، نزيد اف دو بارانتيز اكس. من نرجع للول بكل، هاي نرجع لاف دو كولون الفا اكس ب، فما زوز دوز اكس ولا عندي برانش بارابوليك هذيك ولدي، باهي ننزل على هذه ا بي سور اكس الفا واكس، ونحط كالك هذه مره كازيو مره واحده، نعمل دوزيام فونكسيون الجبر ونحط بليس لانفيني، نختار مثلا العدد هذاك خليه كما هو، ونحط وين جي قد جت بليس لانفيني. اكس موان الان دو اكس بلس 2 بليس لانفيني. جات بليس لانفيني، يعني تاخذ زيد تكبر العدد انت الفا الجبر، خذ العدد كبير برشا، خذ العدد كبير برشا، خذ العدد كبير، كبر في العدد ده قد ما تكبر، هيجا جد اكس موان الان دو اكس بلس عندي تكبر وانت مش دونك، هذه بتجينا بلس لانفيني، ماشي بلس لانفيني، خلينا نمشي للكازي، طب نفس الحكايه في الكازي، نفس الحكايه في الكازي، شاي ما تنحلك بنت الميكرو، ايه في الكازيو كيف كيف نفس الشيء، زد نرجع بالكيرسور، السلام مسيو، السلامة بنتي، بس بربي تعود لي الفونكسيون بتاع الالين دي اكس، تعودها لي في الشهر. انا الشارب هذه، الشارب هذه وال اي رايت اوف يو ورك شارب رايت اوف يو. باه لحظة لحظة خلينا نجي نحل بارانتيز باه باهي في البلس لانفيني قلنا جات جات ان، سامحوني ماهيش ردوا بالنا، لان جي ان في البلس لانفيني باهي، لن سيدي بس لانفينيتي قبل كيفاش؟ ان اي جو مكسكيوز انا باهي، بالنسبه للكالكوليتريس هذه كيف كيف، خلينا نكمل الكالكوليتريس هذه بنتي، تنعود للكالكوليتريس الاخرى، راهو هذا قلنا ديما بور، معناتها اذا تحب تخدم على الكالكول اخدم على روحك على الكالكول، هذا السور وشيفت نجم اكسكيوز الفا اكس، وتحط عدد مثلا كبير، تحط كالك عدد كبير، ها هاو تحط عدد كبير كبير كبير، هذيك الليميت في البلس لانفيني ولدي، بلس لانفيني الغيض هذه كون جات ان وهذه جات ان، الزوز جاو ان، مسيو، بالنسبة نعم نسيت تو كي نخدمها وتجيني الريزلتات صحيحة، أما الريزونمون تاعي في الورقة غلط، كيفاش يتحسب لي بسير باش تاخذ، باش تاخذ انت عليها نوت، طب في نورمال تقول احنا نحكيو ديما خذ اللي بنتي، طب انت اللي بالنسبه للليميت الاولى هذه، الليميت هذه هي أي الاولى موان دو بلوس، انت موان دو بلوس جاتنا بلوس لانفيني، دونك ربحنا برانش بارابوليك، أي صحيح. بالنسبه اللي قال مسيو جيني 0.9999 هذاك فورسيمون قريبا الان تحط ان باهي، نمشيو توا مثلا اكزومبل ثاني، باش ناخذ لك معاك اللي حل الميكرو قال لي مسيو كيفاش نخدم في الكاز في الشارب نتاع هذه، هذا الاكزومبل الثاني شكون يقرا ندرة، ناخذ اي واحد اوكي يقراها، لحظه ما تتكلمش بنتي، محمد امينه بارا ريانه وي سمر تجيك 0.9999 ماشي الان معنا وي، الو شوف ربي تعود لي الفونكسيون تاع الالين. هتنعود لك تنعود هيك في الثانية في هذه ريتها باي حلبة تحكي للشارب اي باي تحل تحل بارونتيز الفا اكس بلس 1 وتسكر بارونتيز انتهى معايا، وبعد عندك الفا اكسبوننسيال عندنا شنو، عندنا موان زيكس دونك هذه الموان هذه الاكس بعد بلس اكس لوت بلس اكس الفا اكس
هكا حسب بينها. من بعد الجيل توش الجبر، هذه توش الجبر تعمل ديما شيفت، اقرا حسابك ديما اللي توش في الكالكولاتريس الكل، اللي بالاورانجي تخدم بالدوزان دي اف، واللي بالاخضر الكل اللي كيخدموا بالالفا. دونك انت حاجتنا بهذه بالالجبر، دونك مكتوب دوزان دي اف، فكون زلنا دوزان دي اف محطوطه بالكالكولاتريس ونعملوا الجبر ونحطوا شنو العدد نتاعنا؟ يحب وين؟ ليميت وين؟ مولا فيني؟ لو نحط موان مثلا هذه نعطي ارقام هك، ما حسبهاش. تعرف علاش ما حسبهاش؟ ما خاطر في الكالكولاتريس في الاكسبونونسيال ما ناخذوش عدد كبير برشا. دونك نعملوا دوزيام فونكسيون الجبر وناخذوا مثلا موان 99. نفسخ انا هذيك، نعملوا الفا ليمكسكوز موان الفا موان قلنا 99 وانت مش هذيك هاي بلس لانفيني 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 موان لانفيني في البلس لانفيني مونتري كو في البلس لانفيني ترى نعملو هاي في البلس لانفيني نعملو السلام دوزان عليكم. دي اف. وعليكم السلام. هاي لحظة ودي دوزان دي اف وناخذ مثلا بار اكزومبل 88 مثلا وين ماشي دوزان دي اف الجبر ناخذ مثلا ماشي وين ماشي الفلوس بلس لانفيني، هذه بلس لانفيني والاخرى مو لانفيني. دونك على الاقل ربحت كيلكو ليميت بيان سور لي اسيمبتوت هذوكم هذاك سي فوتر معناتها الانتربريتاسيون انت تعملها معناتها بعد سي اسيمبتوت اوبليك ولا اسيمبتوت هوريزونتال ولا برانش بارابوليك هذاك تعمل لي انتربريتاسيون. هذا كونسيرنون لي ليميت. عندنا كيستيون من لوتر، شكون يقرا؟ شكون اللي تو قال السلام عليكم؟ سلام. اسلم ودي شنو مشكلتك؟ مش بلات اللاج بتاع توريني ليميت بالكاج وكيفاه. هاي تو سويت ايش قاعدين نص اوكي باهي تبعني مليح ولدي. اش قلنا دخل فونكسيون، دونك كيفاش دخلوها الفونكسيون؟ سهله ياسر الفونكسيون دخلوها. قلنا كيما نحكيو قبيليك لي توش هذوما هكا بالاحمر، بالاحمر هم كلهم بالالفا، نهايتها بالالفا وتوسكي بالاحمر في كيكريس كلهم بالالفا وتوسكي بالكولور الاخر هذايا كلها باش بالشيت باش شيف. كي تجيك ايرور نقص، يا اما نقص كي تجيك ايرور معناها نقص. كيف كيف البلو ولا هذه كيف كيف بالنسبة للكازيو سي لا ميم شوز، نفس الحكاية. ده نجيو لهنا قلنا نعم ألفا بارونتيز الفا اكس بلس 1 نسكر بارونتيز ومن بعد نعم شنو حاجتنا بالاكسبونونسيال؟ الاكسبونونسيال هاكا موجود لنا شيفت اكسبونونسيال اكسبونسيال موان ديك سو ايه اكسبونسيال ديك دي سبسونس بهكاك سامحني به لحظة اتنفس فاضي قلنا شيفت اكسكيوز الان اكسبونونسيال موان موان زيكس هذه الموان الفا اكس برب الإكس في الشارع. الاكس في الشارب موجودة في الالفا وهنا هاي وين والاكس لهنا موجودة هاي الاكس بالالفا به موان الفا اكس ونحطه مثلا فور اكزومبل وين احنا عشنا بالليميت في المول انفيني نحطه مثلا هنا كالك هاي اللي يخلي موان مثلا نعطيه هيك طب مش يعطيني ايرور راهو نورمال مش يعطيني ايرور. تعرف علاش؟ خاطر الاكسبونونسيال ما نجموش نحطوا له عدد كبير برشا. دونك نعملوا كالك موان مثلا هاك 99 كيف كيف عطاتني ايرور مره اخرى. طب مش فين فوت زاد لن بلس اكس بلس اكس بلس 6 في الاخر نعم بلس 6
نعم، قلنا كالك ونعم له مثلا هذه في بلس لانفيني، جهتنا بلس لانفيني كي نعم له كالك مثلا مو لانفيني نحطه مو مثلا لنا كيف نفس الحكاية تاعنا كالك مو مثلا 99 دونك جاتنا علاش مو علاش شنو؟ مع موان زيكس عملت لنا ايرور؟ وي مسيو، وي مسيو، مسيو وي يعني مسيو، مش نسمع فيك بالباهي، اشكو منك انت الكونيكسيون ولا منين؟ وين سمعتك ده بالباهي؟ واضح صوتك مسيو عندها يعني تو اسبيرون كيف صح يوضح الامور به نجيو هذا التيوريم اللي موجود هذا توك لهنا اللي هو بورسنتاج كبيره ديما موجود اللي هو شو اسمه ذاك تيوريم تيوريم دو زيكرو لوبلير انتيميدي. صح تي في تيوريم دو لوبلير انتيميدي. كيفاش انا باش ناخذ الوحده الدم، كيفاش انا باش نطلع على سوليسيون معناتها اللي محصوره بين موان 07 وموان 08؟ فما دو بوسيبيلتي، يا اما تحسب تدخلها كالكولتريس تعمل موان 07 مثلا سوبوزون كو ما عطاناش ونتعداو يعني هنا على نتعداو الساعة البيجيكسيون خاطر قالي بس فاي سوبوزون كو ما عطاناش هذه موان 0 بالبي سي سوبوزون كو ما عطاناش مثلا اعطاني لهنا واش فسخه اعطانا سيرو انترفال مثلا 1 0 قلنا سوبوزون كو اعطانا بين 0 و 1 وتعرف المونوتونية هنا ولا كان لا؟ جات نيجاتيف بيان سور عدد كبير تمشي للمول انفيني، وكان جات بوزيتيف راهي ماشي للبلس انفيني. نسيبوزون جاتنا بين 0 و 1 باهي، خاوش ندخل انا شنو نعمل؟ هنجيو نفس المود هنا كي تبدأ اوفر نورمال جينيرالمون نمشيو بالليميت يبدا اوفر، اي باهي يبدا بالاوفر جينيرال مون ناخذ بالليميت. باهي انا مش نسكروها، مش نسكر سيدي، انا سكرناها. كيفاش نعملوها سيدي؟ هنجيو احنا المود الكالكولاتريس هذه، كالكولاتريس كازيو، كالكولاتريس كازيو نمشيو للمود تابل، مود مود ريت سيت المود تابل مود سيت هذاك وي مود سيت، وندخلوا الفونكسيون تاعنا اللي هي شنو الفونكسيون تاعنا هذه اكس الفا اكسكيوز اكس موانزا نسكرو بارونتيز ب موان اكس بعد فما بلس اكس الفا اكس باهي نجيو نحطو له اي بلس ان اكس بلس ان وي عندك الف حق انت احضر احضر نرجع اكس بلس ان ديليت بلس باهي نجيو نعملها هكا بقى اكس بلس ان صحيت رنيمة بلس ان باهي نجيو نعملو نحطو ايجال باش نبدا الفونكسيون جي شي مكتبه هذيك ماهيش موجوده في الكالكولاتريس موجوده كان في الابليكاسيون نحطوا ايكال باش نبداو باش نبداو بالزيرو ولا هاي باش نخدم الزيرو ان وباش نوفاو بالآن بالان ب اللي تاب الوحده ستيب اللي نمشيو بها باش نمشيو بالزيرو بالان طابلو كامله باهي خنثبت وقتاش نتعداو من فالور بوزيتيف لفالور نيجاتيف ريت احنا ما تعدينا حتى مره فالور بوزيتيف فالور نيجاتيف هاك ولا احنا ديجا لهنا نجمو نشوفو الفونكسيون ماشي كرواسون ولا ديكرواسون تاني في التابلو الثانية التابلو الثاني كروسنت ريتها مش تطلع هذا لحظة تاني
حتى نطلع من فوق ونبتل. هذه تنجم تعرف بها هي كرواسانت ولا دي كرواسانت؟ نجم تكبر في الله تعمل هكا. أبا مسيو يا اخي لي كالكولاتريس اللي يرسموا لاسبين تاع الكور انتر دي عنا. بالنسبة للي كالكولاتريس الكل توسكي كالكولاتريس فيهم رسمة بتاع كور ممنوعين، وبصفة أوضح أنهم اللي كالكولاتريس ممنوعين. الممنوعين اللي فيهم بور يو اس بي، اللي فيهم اون طريق بور يو اس بي تنجم تشارجيها كيما التليفون. هذيك مستحيل بروجرامبل. باش بروجرامها بصحيت اللي فيها بروجرام تنجم تصب لها دي زالغوريتم، هذيك ممنوعة. بالنسبة لي نحن لهنا، أنا قلت لك أنا ما هنا تنجم تدخل هذيك تعرف الفونكسيون كرواسونت ولا دي كرواسونت، أنا مش طلعتها. هات نعاود واحدة أخرى ترى إيجا ننزلوا هكا ترى مثلا نعمل لك رونجيلي في الشاكرا مش ناسي كمان. مثلا نعمل جي دي اكس ما فماش فونكسيون بالنسبة لك أنت ده، نجيو ستار مثلا ناخذ مثلا موان سانك، مثلا موان سانك نقول باش نمشي حتى للسانك ونشوفها مثلا موان سانك للسانك كرواسانت ولا دي كرواسانت، ونمشيو بالان مش بالستيب، بالان نمشيو بالان نعمل ان او شيء خلت تخبى شوي كده تريس وتخرج لنا لي فالور باه. تبع معايا ماشي الساعه نمشي الجوش ماشي باه، هذيك تطلع ولا تهبط كرواسون يعني كرواسون معايا في قد نحكي ليتا بربي كرواسون عظيم فهمتهاش كرواسون كيفاه. كرواسون من بعد كرواسون كرواسون ليتا كيفاش ماشي شو مش تطلع فاهمة بالباهم لحظة شو كيفاش هنريح تخلينا شوي هذا هيك. لحظة خلينا نمشي للشارع بساعة ما نخرجش مع الشارع شوي باه نمشيو للمود بعد الشارع نمشيو للمود. المود طابل نفس الحكاية دو لحظة جم اكسكيوز مود دخلنا مود طابل نسميوه الفونكسيون ليش نين نحلو بارونتيز الفا اكس هذيك جريك الفا اكس استغفر الله يا الفا اكس نعمل مود لحظة نرجع سيدي مود طابل اي مود هاي مود وبعد بالمود دخل فونكسيون عادي تحل بارانتيز تعمل الفا اكس بلس 1 سكر بارانتيز الفا اكسكيوز مش الفا هذه دوزين دي اف اكسبونونسيال ام 1 زيكس باع بلس الفا اكس نحطه قاع باش نبدا الفونكسيون الثانيه ما يهمنيش فيها الفونكسيون الثانيه به نبداو مثلا بال مثلا من الموان 3 نقولوا للان ستيب هذيك الخطوه نمشيو بالان قد نحطوا البان نحطوا ان مثلا نمشيو شوف قداش جينا سيدي حتى نهبط انا من ملها انا ريتها في قبيل اللي هي كرواسون تاني ريتها تاع من موان 3 ريتها كيفاش كانت موان زان ان ان فيرغول طلعت نجيو نجمو احنا هنا بالطابلو نتاعنا هذا نثبتوا نلقاو اللي كونه تعدينا من الفالور نيجاتيف الفالور بوزيتيف لهنا هذا مزوز. شو معنى هذه تعدينا من الفالور نيجاتيف الفالور بوزيتيف؟ معناها معناها حسب كرواسون حيت حسب التي في كي نعمل اف دو موان زان من موان زان للزيرو اكسكيوز اوف ستيل هو البروبليم تكنيك من موان زان للزيرو فما سوليسيون هيدا سوليسيون هاي السوليسيون هذه هي من موان زان الان واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف معناها من موان زان الان من موان زان للزيرو فما سوليسيون. هذا كيفاش تنجم الطاوله نحسب ليميت وكومبلكس بالشرط انا 506 اكس كان فيها نفس الموديل هو هذه ما كان كما فيها حتى شيء ما تقدر تحسب لك به نواصل ان شاء الله قلنا هذا اسبيرون كل ليميت نجم نحلوا لها مشاكله باه تناخذ هذا الاكزامبل هذا بلس ال ان دو اكس
باه تعال نمشيو للكاز يوم الزنا اسرع انتبه باه نجيو للمود زيرو وندخل الفونكسيون تاعنا. هاي شكون عنده كاز يملى علينا شارب اكسكيوز تكون عنده شارب سواء f دو x برا مل علي سواء f دو x لا فونكسيون ديفيني سير موا لانفيني 1 بار f دو انا x مسيو بعد ما يصير شايفه مش كنا ناخذها اكس كاري بلس 1 اقري يا اختي مسافش باللحظه بالنسبه للي يسال على ستيب تنجم تاخذها 1 وقت اللي تشوفها كرواسون ولا دي كرواسون ولا تحب تطلع بالتي في اي تاخذ 0.1 كيف مش كمل ايه هاي فيس سوا اكس هاي بريت دار يقري يقري باه اكس كاري بلس ها بلس الين ام وزيت الفا اكس نسكر بارونتيز هاي مش كيفاش نحسبوها بابا نعملو كالك شنو فيش نخدمه ام موان طلب على ولاك ولا نعملو دوزيام فونكسيون الجبر ام موان معناها موان زيرو فيرجول نوف 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 زين ام موان هاك ولا نعطيه ايكال قداش بجن اللي يكون ماشي بس بربي شنية شنية يعني راجع تاع تابلو في كازيو شكون السويس قلت مسيو نعم مسيو مسيو وي بربي مسيو شنيا دوزيام مسيو بربي شنيا دوزيام فونكسيون الجبر ما فيش نواس تستعملوها يعني هذه دوزان دي اف دوزان دي اف الجبر نعوضوا بها اكس نعملوا دوزان دي اف الجبر مش نحطوا باش اكس نعوض اكس مثلا نعوضوا الاكس مش كما الاخرى بالكالكولاتريس يعني مسيو مش يعني كما نعطو الاخرى اكس نعطو اكس من عندنا ولا كيفاش اي نحطو اكس ما عندك ا مثلا تحب تحب الليميت بلس لانفيني مثلا في المول لانفيني جيم اكسكيوز تحط موان مثلا تشوفها انت الليميت تاعها قداش من ماشي تحط قداش هذيك وين ماشي البلس لانفيني جات ماشي بلس لانفيني صحيح به نمشي تو بالواحد للكاز اللي طلب كاز المود تابل اللي يحكي لك ملك قلنا تعمل مود وتنزل على التابل اللي هو مود سيت وتحط اف دو اكس باش ناخذ الفونكسيون هذه مثلا تعمل الفا اكس كاري بلس 1 بلس ال ان دو 1 موان اكس حطي كاش قلنا بتخرج لنا فونكسيون جي ما تعنيناش يعني في الفونكسيون جي حطي كاش مره اخرى باش نبدو مثلا مثلا تحبوا احنا مثلا نطلعوا لها اسكال سامي مثلا نبداو نقولوا احنا احنا نخدموا من موال لانفيني الان باش نبدا من موان 5 من موان 5 وباش نوفا باش مثلا نوفا بالموان 0.5 خاطر انا حد من موان 0.5 0.5 الستيب هي ان هي خارج لي تابلو تو نشوفها اسكو لي كرواسونت ولا دي كرواسونت باه عندك من 27 هبطت لل 18 هبطت لل 11 هبطت هبطت ثاني هبطت لل 6 لل 2 نحكي على هذه نحكي على البارتي غوش هبطت من 27 27 دي كرواسونت دونك نفيق بها اللي هي ستون فونكسيون دي كرواسونت بالطبع كما جو تعرف اسبيرون كو مسيو كي نحط قال ما تجينيش جي دو اكس خاطر الكالكولاتريس هذه في الابليكاسيون تجي جي دو اكس بينما في اللي عندك اللي تتباع ما فماش ايكال ما فماش جي دو اكس باه نزيد نقدموا شوي لهنا هذا كيف كيف اسال من اول بنتي سي بربي عندي شارب عملت مود دو ستات دو ديك مش ستات فونكسيون شنو حاصل
مسيو طلعت لي اللي عملت الاكواسيون تاعي وعملت ايجال ايجال، طلعت لي اكس ستار زيرو هاي اكس ستار ولا هي ستيب ان ايجال ان. اكس اكس ستار معناها بيش بتبدا انت؟ انت اذا في الاكزامبل هذا اللي خذيناه بدينا من الموان 5 للموان 0 5، خذينا بالموان 5 حتى الموان 0 5 ومشينا باللي تبدا الان بدينا موان 5. ممكن هذيك ستيب هي الخطوه اللي بتبدا به معايا باهي، نواصلوا سيدي باهي، باش نمشيو توا كل الفاريابل اللي تعرف نوريكم كيفاش تحسبوا الاسبيرانس بالكالكولاتريس والفاريانس باهي. باش ناخذ سيدي هذايا تتحسب حتى بالشهر، ندخلوا الارقام كيف ما نحبوا، هاي بالنسبه لليميتات كيف تحب انت باهي. ناخذ مثلا بار اكزومبل هذا تابلو، هذا عاولوش برشا على الخطرة، واليوم البروبليم ستان بروبليم دو ستيلو على هذاك تعطلنا شوي. دونك مثلا ناخذ هكا اكس اي ولا اكس جالا كار كي نعمل الكل هكا هكا هكا، ناخذ خمسة بدلات هزي، ناخذ مثلا زيرو، ناخذ اون فاريابل الياتوار تاخذ هكا زيرو دو تروا كات وبي دو اكس قالك ناخذ مثلا هنا بار اكزومبل 0.1 فنبدل هذه 0.1 هذه 0 مثلا فيربيل كانس، هذه 0.3 هذه 0.3 واحدة أخرى، قداش يجيو هذوك؟ شو يبقى لنا؟ قداش مازال هذا؟ دي كاس أحمد قداش؟ هم لا سومي قال آه ولا؟ كاس بركة أحمد هذا سيدي قال له 1.15 أكثر من شو بيتو آه هذاك 1.15 كيفاش واحدة 0.25 و 0.3 و 0.3 0.7 0.15 جي اسي لحظة مازال 0.15 ايه ماي ابا وي احمد ايه سامحني احمد جيت مأخر أما ما تنساش تعود لي انا مش عم بدي كل دي الفونكس تاع التابل تاع التابل لا هذاك يتعود. اوكي تنعود نتفرج صراحة اوكي ما تنعود لحظة اوكي. دونك احنا شو قلنا؟ قلنا هذه الفونكسيون هذه اكس كاري بلس 1 بلس ال ان دو 1 موان اكس، تحب ناخذ عليها فكره اسكي لي كروسانت والا دي كروسانت؟ ادم كالعاده يعطيك الصحه محمد عزيز كيف كيف. كيفاش كالكريتيس نتاع الكاسي هذه باهي اوكي سهله ياسر الحكايه باهي تبعنا مليح، ننزل على مود ونمشوا للسيت تابل تخرج لنا اف دو اكس ولا باهي تعمل شيفت صح لا تعمل الفا اكس وكاري بلس 1 بلس ال ان بيان سور 1 موان والفا اكس نسكروا بارونتيز اي باهي. تو دخلنا الفونكسيون اللي هي نفس الفونكسيون موجوده هنا، نجيو نعملوا كان ننزلوا ايجال، طب ايجال مش تخرج عندك انت بتخرج لك جي دو اكس عندي ستارت و اند و ستيب كويس ساعة ما تنزل تخرج جي دو من بعد تنزل ايجال عندي انا تخرج جي دو اكس خاطرني بالابليكاسيون. نبداو ستار منين؟ قلنا هنا باش هو عاطينا قبيليك باش نبداو بالموان 5 مثلا، حط موان 5 ايجال حتى لشنين اند اند وين باش تشوفه؟ باش تشوفه احنا ماكسيموم تاعنا هو ان، مانيش نوصل الان الماكسيموم تاعنا حسب الفونكسيون هو ان، مش نوصل 0.5 مثلا هذاك ادي الان ان والخطوه باش نمشي للتاب باش نمشي بالان. دونك نحط ايجال في اللي قال هذيك، شو يخرج لي تابلو؟
قلت في التابلو هذيك انا نجم نشوفها كرواسون، قلت له هذيك كرواسون تريدها منين؟ اف دي اكس وين موجوده؟ اش فما 27 اي بعد 18 11 16 3 6 نجم نرسمها حتى الكور بتاعي في الزيرو جينا الزيرو واحنا ماشيين، فهمتني؟ في قبال اللي هي دي كرواسون يعني فونكسيون، معناها ان نجم تعاوني اللي اذا انا حطيت في التابلو دو فارياسيون بتاعي اللي هي ماهيش فونكسيون دي كرواسون، حطيت كرواسون نجرب بالتابلو هذا نقول ها فما غلطه اكيد انا غلط، نرجعوا ديما بيان سور ماهيش باش تحط لها ديك كرواسون بالطابلو. باهي نجيو لتويك البروبابيلتي، قلت كيفاش نحسبوا ليكس ليسبيرانس والفاريونس بالكالكولاتريس. استيماسيون اي نجم نعرفها بالكالكولاتريس وي بيان سور فورما ديتيرمينان اي ليسبيرانس والفاريونس ليسبيرانس. باهي نجيو للكالكولاتريس هذه، باهي الكالكولاتريس هذه ندخلوا مود اللي عندك كازيو انت كان يتكلم فيه تو، الله اعلم شكون. أنا اي عندك كازيو ما أي قريتها باش تعمل لك شيفت او كمان تتبع معايا شيفت سيت اب. نزلت شيفت اي سيت اب ولا خرج لك اي هذاك تابت لو تابت لو تابت كل تلقى الكاب انا داتا من ستاتستيك ستاتستيك تاب ستات بلاش هذا، اربعة تنزل اربعه عشان تلقى واحده فريكونس اه ولا اون، تعمل فريكونسي اه اون اوف باه نجيو لهنا نعمل توكا مود مود ستاتستيك راه مود ستاتستيك مود 3 اون سول فاريابل انا من واحد ولا اثنين واحد بارك لولا هذيك اون سول فاريابل قلنا مود فاريانت ستات ونمشيو اون سول فاريابل. اي نعاود نرجع من جديد للكازيو كيفاش نحسب الاسبيرانس، نعمل مود اي قبل ما نبدا بالمود هاوش نعمل شيفت سيت اب، نجي لهنا نهبط بالكرسور لهنا نمشي للكات هذه ستارت تو نلقى اي فريكونس فيها ان اون والاخرى اوف، ننزل على ان واضحة باه تو نعمل شيفت سيت اب اجي مكسكوز نعمل تو مود مود ستاتستيك اللي هي مود 3 ونمشي ان سول فاريابل ننزل ان ومن بعد عندك نحط 0 ايجال ان ايجال 2 ايجال 3 ايجال و4 ايجال معايا تو ها بالكرسور ده بالكرسور لهنا في الفريكونس حط 0.1 ايجا 0.15 ايجا 0.3 ايجا 0.3 واحد اخر ايجا 0.15 كانز ايجال باه صبينا التابلو ستاتستيك نتاع قال شنو هذا باك بيان سير باك ما شنو باه قلنا كيفاش نحسب باه نجي نعملو هكا نعملو شيفت ستاتستيك شيفت ان وباش نحسبو تويك الكات ليكس بار تخرج لنا يعني ليكس بار تخرج لنا ليسبيرونس ليسبيرونس دو اكس تخرج لنا بالليكس بار اي طلعت الكيكه الاكسبيرانس ولا ايه؟ هذه هي الاسبيرانس والفاريانس. كيف صاير نعمل الفاريانس اي اللي هي ان جو مكسكيوز الفاريانس سي كوا الفاريانس؟ هي بسهوله تامه شو اسمها ليكار تيب او كاري ليكار تيب او كاري اللي هي بالنسبه لنا احنا شيفت ستاتستيك في الفار انا موجود ريت هذيك اللي كارتي بوكاري 3 أيتها 3 اوكاري نعمل اوكاري 3 قلنا ننزلوا على 3 جو مكسكيوز مرخ اسمع شيفت
ستاتستيك قلنا الكات الفاريانس للتروات جي دو 25 كده 1.17 يا نعمل لك واحد كاري بس اللي نعمل لك كاري سي تجينا 1. دونك الفاريانس بالنسبة لي انا 1. حسبنا بالكالكولاتريس تروا ويت سيت سان قد يقبل على الرندسمون هذا اشتيخو هاي على الرندسمون ولا شنو تاخذ؟ الرندسمون والله ما سمعت قلت أرض السماء يا مسيو، نقصد كي يعطينا لأنا أرندي على لا روندي سنتيمتر جي مكسكيوز انت لا تحب تاخذ الزرقان خذ تولي 39 به بالنسبه اللي خالي ما لقيتش كيفاش لقينا الزيرو ان لا هو قلت خذ التابلو كالكونكر بالنسبه للي خال منين جبتها من التابلو هذاك جبته من عندي انا رسمته وبالنسبه اللي قال ما طلعتليش الفريكونس الفريكونس هي من الاول قلت انا قبل ما تعمل شيفت سيت اب وتمشي لها تهبط بالتوش لهنا وتمشي الاستاتستيك الكارت تمشي الفريكونس تعمل ان هذه مش تظهر لك بعد كي تعمل شيفت و تعمل مود وتعمل تروا تختار الفاريابل الاولى ان سول فاريابل لا تظهر لك الهاني فريكونس بالنسبه للملتويك نفس الحكايه تاع للشارع نجيو للمود ستاتستيك ونمشوا للاس دي عاود اللي عنده الشارع بتبعني قلنا نمشيو مود زيرو مود ستاتستيك اللي هو ان ومن بعد نمشيو زيرو اس دي اوكي يطلعوا لنا دونك تعمل زيرو ايجال ان ايجال دو ايجال تروا ايجال كاتر ايجال ومن بعد تمشي بالفلاشات هذوما عندك 0 فيرجول 1 ايجال 0 فيرجول 15 ايجال 0 فيرجول 3 ايجال و 0 فيرجول 15 ايجال دونك صبيناهم لي 3 نورمالمون اما ان فوت تعديت الباري فما زيرو تروا مرتين فما زيرو تروا مرتين زيرو تروا ايجال زيرو فيرجول كانز ايجال ده نجيو بعد نعملو الفا ستاتيستيك اللي هي وين الفاصل السي سيو الفا ويت ده وناخذ الفاريابل يا سيدي الدو اكسكيوز دو لو طلع لنا الاكس بار اللي هي الان اللي هي الاسبيرانس هاني طلعت نعمل الفا ويت نزلوا على الدو فاريابل ونمشوا لهنا تعطيك ليكارتيب هاي اوكاري تعطيك ديريكتومون الفاريانس اللي هي النيميرو 5 ايجال اوكي هي بيدا طلعت في نفس الوقت اكتبها هنا هي بيدا اسبيرون الامور اللي راحت بالنسبه لهذه كيفين طلعوا للسوليسيون تاع الكالكولاتريس تاع ليكواسيون انا هي ليكواسيون ليكواسيون دو سكوند ديجري وليكواسيون دو تروا زانكونو الزيرو ان بالنسبه لل هذيك تاع البروبال نحكي ولا كيفاش نحسبوا الاسبيرونس بالنسبه للبروبابيليتي لهنا فما لهنا اللي هي النيميرو 7 نيميرو 7 اللي هي ديستريبيسيون فما الوا بينوميال هذا بالنسبه اللي عنده هذه بركه نجم تنزل على الوا بينوميال تحسب لك هذيك تعطيها قديش مثلا بي دو اكس ايجال 2 تعطيها مثلا اكس ايجال 2
تعطيها ان مثلا كانز مثلا وبروبابيليتي 0.01 ولا 2 مثلا تبدو الوا بينوميال تحسب لك ديريكت مال بروبابيليتي كيفاش بنتي؟ سيت ماهيش ديستريبيسيون. ما فيهاش ديستريبيسيون اي سيت راندوم كيفاش؟ مكتوب كيفاش انا لحظه في راندوم. المود يهبط في الفلاش هذا ما عندكش ديستريبيسيون فيه السيت ما قلتلكش هذيك سيء سيء. صحيت به باهي نمشي طاولة هنا هذه الماتريس باهي بالنسبة لسألني على الإكواسيون دو سكوند جري بالنسبة لسألني على الإكواسيون دو سكوند جري نمشي مود مود إكواسيون بالنسبة للكالكوليتريس هذه كاد باهي مود ايكواسيون 4 هاي من بعد نزلوا زيرو زيرو بس شوي لحظة دي ضل يجي كله ان سيستم لحظة ايجال مثلا دو ايجال لحظة موان تروا ايجال ده اللي نزلت بالغلط لحظة قلنا مود ايكواسيون في الكات زيرو زيرو به اللي هي ان ايجال دو ايجال هو ايجال ماذا دي الايكواسيون دو سيستيم دو دوزان كوني لحظة بالله بعد اذنك مود ايكواسيون كات نمشوا لل دو انا غلط دونك تدخل الاول بي سي فهمت لك تدخل الاول بي سي نتاع الايكواسيون دو سكوند ديجري ايوه هذا بالنسبة للكازيو قلنا تعاود ترجم اكسكيوز مود ايكواسيون كات وتنزل على الدو تخرج لك الاول بي سي نتاع الايكواسيون بالنسبة للكازيو عندك مود مود ايكواسيون مود ساين اي تخرج لك هنا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي حليتها هنا انا من عمر لولا والفيلف طب بالله انا هي الاكس كاري بلس بي اكس بلس سي مش ثلاثة هذيك الفا ثلاثة هاي ثالث ثالث تنزل الثالثة تخرج لك الاول بي سي تحط مثلا دو ايجال موان زان ايجال مثلا موان تروا ايجال انزل ايجال تخرج لك الاولى تروا سيف دو والثانيه موان زان كيف كيف بالنسبه لل كيف في الكاز نطلع السوليسيون تاع ايكواسيون سكوند ديجري يعني قاعد نجاوب فيك باهي اي نزيدوا قدموا سيدي توي ناخذ توي اهم بارتي بالنسبه للجراف اكسكيوز للايكونومي والانفورماتيك اللي هي المود ماتريس ما يقروهاش السيونس هذه. روش ما نجمو يستنفعوا بها السيونس وقت اللي يحكيوا على ديتيرمينون دو تروا فيكتور باش يطلعوهم كولينير ولا تروا بوان معناتها كاتر بوان سون با كوبلانير ولا يجي في اوكي الباكو الكنترول تحكي لنا سيكسيون يجيب الباك فانا سيكسيون تحكي سيكسيون كنترول يهديك انا سيكسيون نحكي نحكي على على الماتريس الماتريس نحكي على الماتريس في السيكسيون ايكونومي جستيون في الايكونومي في الايكونومي جيستيون جي علاش لا جي هي ولا الوحده مش ديما بيان سور مي تو ان شاء الله السنه تجي كما باهي اش ناخذ احنا سيدي الماتريس تبعني مليح كيفاش نعمل أي باهي لحظه خلينا نجيب لك الكالكولاتريس اش ولدي ده. كيف الشارب والكاس ده بالنسبة للشارب بالنسبة للكاس بار نبدأ بالكبار نبدأ اللي جيت الأولى المود سيدي معايا اللي عنده شارب
ده موت. اللي معايا نمشي للمواد ونهبط للفلاش هذا مواد ماتريس اللي هو مواد سانك. بعدين عندي ماتريس انا شو ندخلها؟ عندي شو ندخل ماتريس برك اللي هي الا داخل ماتريس ا عندي ماتريس واحدة بتدخل. دونك شو نعمل مود ماتريس؟ ننزل على السانك وبعد تو دخلنا المود ماتريس كيفاش نعمله؟ نعمله مات ننزل على توش مات ونضع الدي تي ريتا الدي تي الدي تي لا لا ماتريس نعمل ترواف وترواف ايجار به ندخل الماتريس هاي مل علي الماتريس هاي موان تروا ايجار رد بالك تستعمل الموان هذه هاي الموان تستعملها موان تروا ايجار كاتر ايجار دو ايجار موان دو ايجار هذه تسبع الانفورماتيك والسيونس هذه باك انفورماتيك عملناها الموان دو ايجار تروا ايجار وان ايجار 2 إيجال موان 2 إيجال وزيرو إيجال طب فيه ما باهي دخلنا الماتريس نتاعنا بعد شو نعمل ننزلوا على هذه على هذه كان ننزلوا عليه باهي بعد ما نزلنا على هذه نجيو تويك باش نعملوا انرجسترمون ما عملناش انرجسترمون نعملوا مات ونفالو نرجستري لان في التروا ننزل على التروا ونجيو نعملو زيرو نسميه ماتريس ا هاكا الي انرجستري امورها واضحه سي بون نجيو تويك ندخلو مود ماتريس الثانيه سيدي ماتريس الثانيه ماتريس الثانيه اللي هي شنو هي اسمها باش ندخلوها قلنا ما فهمش ماتريس ثانية بلوتو باش نحسبوا ديتيرمينون شنو نعملوا ديتيرمينون نعملوا مات كالعادة ديتيرمينون ميرو كات ونعملوا مات كالعادة ونشوزي لا ماتريس ماتريس زيرو اللي هي زيرو دونك جينا ديتيرمينون موان دو دونك كنا كالكولي لو ديتيرمينون دو لا ماتريس ميسيو عندي كيستيون هاي كيفاش في الكازي نطلب على السوليسيون تاعي كوسين تو كونتير وي اللي عنده كيستيون الناس ما فيه بس عندي سؤال، ابا بغيت ها أنا لو أحط الماتريس في الكالكولاتريس كاز كيفاش؟ هاي سيف نسمع فيك ولدي ساعات الصوت اللي يسمع نسمعه شي برا ولدي شنو قلت لي؟ ماتريس مود كاز يوني جايك ايه حسبنا الديترمينون تو شو يحب من بعد يحسب قال لك ديترمينون دو لا ماتريس اون ديدوير كو لا ماتريس هي انفرسيبل دونك بيان سور مش تكون انفرسيبل بوسكو ديترمينون ديفيرون زيرو تو كي نبدا نحسبه لا عشان تبقى او كاري هاو شو نعمل بالاو كاري نحسبه مود دي مكسكيوز مات كالعاده مات مش حاجتنا بالماتريس زيرو اللي هي ماتريس ا ونعمل الكاري نتاعها تصير اي قال طلعت لنا الماتريس وكاري على فكره في الباك تاخذها كما هي راهي عم ناوي تاخذها كما هي تحط ا وكاري ايجال تحسب لك كم ديجري اي بلس بلس يا سيدي كيف كيف ديما المات اللي بتخرج لنا الكالكولاتريس ها سي ب شيفت يا جماعة اكسكيوز مات زيرو زيرو وكاري بلس مات زيرو زيرو اللي هي هو يحبك تطلع لنا الدان هاكا تعطي لنا دو زي تروا دو 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 وكلها زيرو هي كونسيرنون بالنسبة للكيستيون هذه سهلة ا موان زان باهي
بالنسبه ده كيفاش ندخل انا السيستم هذا في الكالكولاتريس كازيو اللي تبع فيه، كيفاش هاي ندخل السيستم في الكالكولاتريس كازيو الشارب. خلينا نكمل بون، خلينا نرجع للكازيو نخدم معاها على المود ماتريس. نمشي للمود، مود ماتريس مود سيس تاخذوا يعني خرجت معاك ماتريس مود. ننزلوا على الأ، ما هو قديش تقدم اللينيا وقدم الكولون، تروا ثلاثة فو تروا ثلاثة ثلاثة ثلاثة، دونك نعملوا موان تروا موان تروا ايجال كاتر ايجال دو ايجال موان دو ايجال تروا ايجال ايجال ونسيت سويت كما كان دو ايجال موان دو ايجال قد ايه الاخرى الزيرو ايجال به قلنا ارجستري لا ماتريس. هاني جايك عش بنتي نكمل الماتريس توم حنوريك كيفاش يكون مود كومبلكس في الاستحسن. بالنسبه للماتريس لهنا نجيو نعملك شيفت ماتريس شيفت هاي أيوة. الكا ونحسب الديترمينون سيت شيفت ماتريس اللي هي 3 ثلاثة صحيح ايجا ثلاثة اخرج مانتو عند صحيح به. تو نجيو نعملوا هك، نجيو كيف نفس الحكايه شيفت نحسبه تو هيك الكيستيون هذه ا كاري بلس ا نعملوا شيفت أربعة شيفت كات نعملوا 3 وكاري بلس شيفت ماتريس اكسكيوز شيفت ماتريس اللي هي تروى هات تحسبها تطلع عنا اوكي سي بيان سي 0 2 0 0 0 2 0 ودوبل 0 2 دونك امورها واضحه هذيك 2 اي 3. بالنسبه اللي سالني على الام 1 زان، الام 1 زان هاي تنجم تعملها انت تطلعها ديريكت الام 1 زان تعمل شيفت ماتريس كالعاده 3 وتعمل ام 1 زان هنا تطلع شيفت الام 1 زان به. نكمل مع الكيستيون بتاع الوحده بتاع السيستم كيفاش ندخلوه في الكالكولاتريس. بالنسبه للسيستم هذا كيفاش ندخلوه نقول لي فاليور نمشيو لهنا نعملوا مود ايكواسيون مود 5 نمشيو للدوزيام ليني هذه دو دخلوا الفاليور نعملوا موان 3 ايجال 4 ايجال 2 ايجال ايجال لي فالور هذوما اللي ناخذ فيهم موان 2 ايجال 3 ايجال 1 ايجال بعد موان 3 ايجال ومن بعد عندك 2 ايجال موان 2 ايجال زيرو ايجال خاطر فماش زاد وكاتر ايجال ننزل لهك تعطيني اكس الاكس موان 3 ننزل على هذه تعطيني الجريك ننزل على هذه تعطيني الزاد دونك انا تروفي لي 3 سوليسيون دو سيستيم. كيف كيف بالنسبه للمود اللي هنا المود هذا نمشي المود ايكواسيون بالنسبه للشارب جيم اكسكيوز مود قلنا مود ايكواسيون اللي هي كات هيك تويك نمشي لك التروا فالور ريتم هذا ما تروا وندخلوا لي فالور تاعنا عندنا موان تروا موان تروا تروا ايجال نعم نعم بقول معناها
اي ايجال بتعدل ستار اللي بعدها. ده 4 ايجال 2 ايجال 1 ايجال. شوي لحظة تقول لي ما يشرك حاجتي بها. انا مود بنتيجة نزلت بالغلط. انا ده قلنا مود ايكواسيون نمشي للان نزلت على الدون. جو مكسكيوز انا الغلط. مون تروا ايجال 4 ايجال 2 ايجال 1 ايجال. موان دو ايجال تروا ايجال و ان ايجال و موان تروا. شوي خلنا نرجع باري فما غلطة تعديت. اللي عنده الشرط قاعد مش لاقي معايا فقط. موان تروا الكات والدو والدي ان هي ان الاخرى موان دو والأخرى تروى. سي دو قديش هذيك؟ سي دو أن دي دو هي موان تروى. به نمشي طول السي تروى. أتروى قديش؟ أتروى هي دو الأخرى موان دو إيجال الزيرو زيرو إيجال ودي تروا كات. دونك نعطيه إيجال تعطيني موان تروا موان سانك سيس الإكس والإيجريك والزيادة. وين ريتها سبيرون كما غلطناش في حتى لي فالور. به خلينا نثبت انا للكيستيون شنو ميسيو كيفاش نحسب الديترمينون بالاسي في الكازو المساحه هاي الاسي هي تسجل لنا. به عاود لي الكازو في الماتريس. به لحظه بالنسبه للجماعه ليس الكومبلكس. بالنسبه للكومبلكس عندنا مود كومبلكس دو هذا مجموعة لامفو مجموعة الايكونومي وكل مجموعة التكنيك والسيونس ولامفو. عندك مود من بعد تعمل ممكن انك اي ان بلوس انتيغراتيك. به نحب مثلا احسن نحسب ان بلوس اي راسين دو تروا بلوس اي هاي اي وين موجودة اي راسين كاري دو تروا حطوا لها ايجال. به نحب نحسبوا لها الموديل مثلا نعملوا شيفت هتون عنا نرجع نحسب لك الديترمينان ننزله على الشيفت بعد كومبلكس دو اكسكيوز شيفت دو وننزله على الارجيومون مثلا بالنسبة لجماعة التروا. تم سيرتاش ان بلس اي راسين كاري دو تروا ايجال تروا. اعطينا دو سوسون بيان سور لازمك تثبت بالنسبة للكومبلكس لازمك تثبت دي ديبار اللي عندك شيفت سيت اب تمشي للراديو الكات هتطلع لك دو وبي سير تروا. وبالنسبة للموديول سهلة هي ما تنزلها تعمل شيفت هيب فتعطيك ان بلس اي راسين دو تروا مثلا بلس اي مكسكوز اي هيك راسين كاري دو تروا. بيان نواصلوا سيدي فماش حاجة أخرى في وريتكم تقريبا كل لي بوسيبيليتي الموجودين في الكالكولاتريس. أرجومون في الكومبلكس الموديول الموديول ها هو كتعاود تقولي تنعاود لك الموديول شيفت
هذيا لا بي اس اي، تحط الفاليو اللي حاجتك ان بلس اي، لا تعطيك الجاش. لحظة تنقل لك لحظة نزيد نشوف نقاش حاجة ممكن بها لحظة. تقريبا جينا على دول البوسيبيليتي الموجودين في الكالكولاتريس، نسير في الاخر نقول يعطيكم الصحة اللي كملتوا معانا الوقت هذا الكل اه صحة ميرسي. ان شاء الله نكون. وين نسير بالله عندي سؤال، اسال من الغضب بابا، اسال عندي بابا سؤال لميرسي. إيش اسمع بك. ترجع لي كيفاش أحسب الماتريس؟ اثنين لا، سؤال الأخراني، بنا واحدة سؤال الأخراني تاع شارب ولا الكروات بالكازيو؟ كازيو. بالكازيو اي بالكازيو كيفاش نحسبه شنو؟ الاخرانية تاع الكومبلكس، الاخرين تاع هذه الكومبلكس تعليق. هذه اللي كانت ان اي بلس، هاي خدنا مثلا بار اكزامبل نحب نحسب الموديول، هاي لا بي اس موجوده تعمل شيفت لسه هي راسين دو تروا. كيفاش شفناها؟ ايه هاي توش هاي اي ريتها وين هاي اي ريتها هاي بس نسير لازم تبدا التصوير اللي يميت مود كومبلكس حتى لان موجوده راي بيان سور مود كومبلكس في التروا تعمل ان بلس اي بيان سور وين هي ال اي هل بارنتيز ان شيفت ا بي اس ان بلس اي هتعطيك راسين دو دو هذه ما تعطيكش فالور اكزاكت اه الواحدة. المشكلة في الشرط هذيك هي في الكومبلكس هي الديفون تاعها. فينالمون يعطيكم الصحة. اشكرك مشكورين. أنتم تلقاو صاحي فيديو إن شاء الله نكون هناكم إن شاء الله. ميرسي صاحي بور التعطية أكاديمية ساعة اللي خمت فيكم. دونك إن صاحي شاء الله عاونناكم بالنشر. ميرسي بوكو ربي إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله كلكم ناجحين. ميرسي يعشق ميرسي بوكو. يعشق مسيو، ربي يوفقكم مسيو وسرت ربي. بلقائك يا جلاس يا عادل. ربي يبارك لك عاش ولدي يبارك لكم ان شاء الله ربي ينجحكم كل اي ان شاء عاشق، الله ملتقانا في بعد البرانسيبال نقدم مبروك وميرسي بوكو للتقي اللي خمت فيكم وخمت في الناس الكل موجود الفيديو على ال اي شكرا. الموجود دونك تنجم ترجعوا لي فما حاجه واذا فما بوسيبيليتي باش تتعاود اوترومون ان شاء الله نعاودوا مره اخرى. بالنسبه للوا بينوميال تعمل بالهادي بالنتون نجاوب لك الكيستيون مسجل نورمالمون الوا بينوميال تلقاها لنا مدموزيل لحظه مود قلنا مود تعدل لنا تعمل مود وين هي ديستريبيسيون اللي هي سيت وتمشي للوا بينوميال مثلا كيعطيك بي دو اكس ايكال دو سيبوزون هكا اللي يسالني مثلا يقول لك مثلا الوا بينوميال ان ايكال مثلا 15 اي بي ايكال 0 13 مثلا سيبوزون كو هذيك جات نعمل الوا بينوميال 1 ونمشيو للزيرو هذيك نعطيه اكس مثلا نحب بي دو اكس ايكال 2 نحسبوا له بي دو اكس ايكال 2 موجوده هذه كان في الشارب في الكازي ما فيهاش بي دو اكس ايكال 2 جو مسكوز بي دو اكس ايكال 2 دونك نجيو لهنا اكس ايكال 2 ان ايكال 15
والبروبابيليتي عندهن 0 تريس. دونك تحسب لنا كالكولاتريس واحدة اللي هي 0 برجير بنت نف. هذا يكونسرنو اللي سألني عليه الوحدة الوابينوميال. بالنسبة للكاز ما فيهاش الوابينوميال. اسبيرون كو جينا على كل شيء ان شاء الله. مره اخرى ربي يوفق الجميع ان شاء الله، ربي ينجحكم. عاشك سيف الى اللقاء الناس كل، ميرسي بوكو، اللقاء صباح الخير الناس كل.